أول رد مصري على انتقادات إسرائيل لمسلسل النهاية. مسلسل النهاية يثير غضب إسرائيل وتصدر بيانا بشأنه عقب عرض الحلقة الأولى. وللتعرف على التفاصيل تابعوا معنا الفيديو للنهاية. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة بتشوفي القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وكومنت. أهلا بيكم. أثار مسلسل النهاية بطولة النجم يوسف الشريف غضب كبير في الكيان الصهيوني المحتل عقب عرض حلقاته الأولى مباشرة. ومن المعروف أن الكيان الصهيوني يتابع الأعمال المصرية، خاصة تلك التي تتحدث عن اليهود أو إسرائيل بأي شكل من الأشكال. أحد أبطال العمل في الحلقة الأولى، وفي الحقيقة أنا مش معني خالص برد الفعل ده. يعني وذلك بعد أن أظهرت الحلقة الأولى زوال دولة إسرائيل وسقوطها قبل أن يمر 100 عام على قيامها، كما أظهرت الحلقة استقرار العرب في القدس بعد تحريرها في معركة سميت معركة تحرير القدس. أنا يعني دي تاني مرة تحصل معايا. لما فيلم ولاد العم أنا كتبت فيلم ولاد العم، ولما نزل كان برضو في نفس الاعتراض وكده، فهو طبيعي إن هم هيعترضوا على أي حاجة بتيجي سيرتهم فيها. أو حيث ظهر في الحلقة أطفالا يدرسون التاريخ في عام 2120 ويتلقون دروسا بخصوص الحرب لتحرير القدس. ويقول المدرس ضمن الحلقة: عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود اندلعت الحرب والتي سميت حرب تحرير القدس. فأصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد بيانا انتقدت فيه مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، واعتبرت توقعه نهاية إسرائيل غير مقبول. وانتقد البيان الذي نقلت بحواه صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية ونقلته الحرة أن المسلسل الذي يحمل اسم نهاية العالم يتحدث عن زوال دولة إسرائيل على يد دول عربية. وأبدت الخارجية الإسرائيلية غضبها الشديد من محتوى الحلقة ووصفته بأنه مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عاما. وهم أكبر مزورين للتاريخ وللحقيقة وكل شيء. هم مزورين الأوطان والأخلاق، مزورين في كل شيء، قتلة الأنبياء. يعني الحقيقة مش عارف بيعترضوا على إيه يعني. وبدأت الحلقة الأولى في عام 2120 وسط التطور التكنولوجي الهائل وانهيار الكيان الصهيوني ودول أمريكا الشمالية وتحرير القدس من المحتلين، والتي أصبحت موطنا للعرب الذين حرروها في معركة تسمى بمعركة تحرير القدس. ولكن تلك الحرب دمرت العالم وقادته للفناء، حيث النقص الحاد في الموارد البيئية مثل الطعام والبترول بسبب الإشعاع النووي المنتشر في أنحاء الأرض. وكذلك توزيع الموارد والمحاصيل أصبح بالجرام بسبب ما يعاني منه العالم من نقص شديد. كذلك أصبح كل شيء بالطاقة، وانقرضت الكثير من الحيوانات، وانقرض التعامل بالعملة الورقية، وأصبح التعامل بالمقايضة وتبادل الطاقة. وتم إلغاء التعليم بعدما تم اكتشاف أن التعليم أحد أسباب الانهيار والخراب الذي يحيط العالم، كون التعليم يزيد فرص الإنسان بالتدخل وفرض سيطرته، في حين أصبحت السيطرة حكرا على أشخاص بعينهم يعملون في نظام يدعى إنرجي كو. وفي وسط كل هذا يبدأ المهندس زين يوسف الشريف في تصميم مكعب طاقة جديد ومختلف تماما عن المتداول بين الجميع، وهو نظام طاقة يعمل بأشعة الشمس كي يعطي الإنسان طاقة غير محدودة بدلا من الطاقة المحدودة التي يتعامل بها. ولكن رؤساؤه في العمل يرفضون بحثه خوفا من خروج الأمور عن سيطرتهم، ولكنه يعمل عليه في السر ويواجه خطر نفيه في حال اكتشاف أمره، والنفي أصبح مثل الإعدام، حيث يتم نفي الخارجين عن السيطرة إلى أماكن الإشعاع النووي ليكون حذفهم لا محالة. كما أصبح يمكن للإنسان استبدال جزء من أعضاء جسده بعضو آلي يساعده على تجاوز إعاقته وتلف عضو البشري.
وجاء رد عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل النهاية على بيان وزارة خارجية إسرائيل الذي ينتقد المسلسل الذي تبنى بنهاية الاحتلال قائلا: وبعدين في الحقيقة ان المسلسل يعني في اعتقادي او في تقييمي انا هو متجاوز الجزئية دي. احنا بنقدم تجربة يعني اول مرة تتقدم، اظن انها اول مرة تتقدم في الشرق الاوسط. نقدم عملا ترفيهيا ويحمل معاني واحتمالات مطروحة بعيدا عن رد الفعل الاسرائيلي الذي لا اهتم به اطلاقا. المسلسل خيال علمي، واعتقد ان الحمد لله قدرنا ننفذه بشكل جيد، واظن ان احداثه وقصته وشخصياته شدت الناس فعلا وخلتهم يقعدوا يتابعوا. واضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كل يوم المذاعة لفضائية اكسترا نيوز مساء الاحد: نقدم اول تجربة خيال علمي في مصر والوطن العربي، وردود الافعال جيدة، وهناك اشادات واسعة، وتامر مرسي منتج مخضرم ويعرف كيف يختار اعماله. دي حقيقة فعلا طبعا، واصلا العمل مش بيتعرض لهذه الابعاد السياسية، يعني قد ما هو بيتعرض لفكرة ازاي ممكن شكل المستقبل يكون. مسلسل النهاية من بطولة يوسف الشريف وسهر السائق وناهد السباعي وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي. يعني ده احتمال من الاحتمالات، هل ممكن المستقبل يكون كده وليه؟ يعني هو المسلسل بيحاول يجاوب على هذه الأسئلة، وبيحاول يقدم صورة للمستقبل تكون مبهرة وغريبة ومدهشة. كما رفض النائب وضابط المخابرات الحربية السابق وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء تامر الشهاوي بيان الخارجية الإسرائيلية بشأن مسلسل النهاية المصري. وقال الشهاوي لآرتي في الفن: لا مجال لانتقاد، فحرية الإبداع لا يمكن أن تكون داخل أطر تضعونها أنتم، وعليكم أن تتقبلوا الأفكار والطروحات المختلفة. أنتم تقدمون أنفسكم للعالم على أنكم تقبلون التنوع، وهو ما لم يراه العالم في كل مواقفكم. اعتراضكم غير مقبول. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد انتقدت مسلسل النهاية المصري المعروض على قناة أون دراما من بطولة الفنان يوسف الشريف. الحقيقة ربنا يوفقكم، وتحياتنا لكل فريق المسلسل وحضرتك على رأسهم يا فندم، يعني يوسف الشريف، تحياتي لكم.